سنة 2015 جاله طلب صداقة من فيسبوك، اسم مستعار، صورة شخصية ما أعرف منو هذا الشخص. دخلت على الاسم وسألته منو أنت؟ قال لي ما عرفتني، معقولة؟ قلت له أنا أعرفك، لا الاسم أعرفه ولا الصورة. قال أنا سمير. أهلا سمير، ليش مخلي غير اسم وغير صورة؟ جاوبني احتياطات أمنية. قلت له سمير أنت تمشي بالشارع ما حد يعرفك، وين احتياطات أمنية؟ سنة 2015 تحصل ضجة لاستخدام شركة كامبريدج أناليتيكا معلومات 5 مليون شخص من على الفيسبوك، وحاولوا التأثير على آرائهم السياسية لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونجحوا بهذا الشيء. بسنة 2018 اللي هي بداية هذه السنة استدعى مارك إلى الكونغرس الأمريكي للمساءلة، وأكد مارك نعم فيسبوك تملك آلاف المعلومات على المستخدمين، ولكن فيسبوك لا تستخدم هذه المعلومات لدعايات انتخابية أو دينية. كامبريدج أناليتيكا اخترقت القوانين. يقول مارك انه هاي الشركة كان عندها معلومات وطلب من عندهم انه يمسحون هذه المعلومات، ولكن ما مسحوا المعلومات، وب 2016 استخدموا هذه المعلومات على مود يشوشون الصورة على المستخدمين ينتخبون الرئيس الامريكي ترامب. واكد مارك الرئيس التنفيذي في شركة فيسبوك انه المستخدمين يوافقون على هذه الشروط في اول استخدامهم او تسجيلهم في فيسبوك. مثال صار وياي قبل اسبوع، انخصم من عندي فاتورة ب 49 دولار لصالح شركة امازون. اتصلت بشركة امازون وسألتهم عن سبب سحب 49 دولار من حسابي، فجاوبوا شركة امازون انه هذا اشتراك السنوي بامازون بريميوم. جاوبت بانه انا ما مشترك بالامازون بريميوم، فقال يجوز انت بخلي الامازون اوتوماتيك وهذا الامازون سجلك اوتوماتيكلي. قلت له اوكي هذا جواب معقول، ولكن انا اعرف انه الامازون ياخذ 100 دولار على الحساب البريميوم. فقال انت تدفع نص الاشتراك لان انت طالب. فقلت له لحظة، انا ما كاتب معلوماتي اللي بالامازون بانه انا طالب، كيف عرفتوا انه انا طالب؟ فما جاوبني وحاول غير الموضوع. المهم الشاهد هنا بانه الامازون يستخدمون كل المعلومات اللي تقع تحت ايدهم. والشاهد الثاني اليوتيوب عنده المعلومات كافية عن المستخدم بحيث يشغل لك الفيديوهات اللي تناسبك حسب عمرك، حسب الجنس، حسب البلد، حسب الفريق اللي يشجعه. بعض هذه المعلومات يحصل عليها الناس اللي مثلي اللي هم عندهم فيديوهات على اليوتيوب اللي اسمهم منتجين المحتوى. مثلا أنا عندي معلومات عن المشاهدة، المشتركين من أي بلدان، ومن اللي يعطى لايك ومن اللي يعطى ديسلايك، واللي يعطى الديسلايك من أي بلد، واللي يلغى الاشتراك من اي بلد. هذه معلومات بسيطة تجي لي من ادارة اليوتيوب، واكيد اليوتيوب عندهم معلومات اكثر. اذا نقول حق سمير، بس يا ترى هل كان سمير على صواب باعطاء معلومات غلط واسم غلط وصورة شخصية غلط؟ لا، فالمواقع الالكترونية تجمع المعلومات حسب الاستخدام، فهذه المواقع تشوفك حسب ما انت، حسب المواقع اللي تصفح بيها والصفحات اللي تدخلها، ومن استخدامك يعرفون انتمائك السياسي، الديني، فريقك اللي تشجعه، وافكارك، او على الاقل الافكار اللي تحبها او تمثلها وتأيدها. والاخطر انه الفيسبوك وهاي المواقع يقدرون يعرفون ميولك من صورتك الشخصية. راح يجاوبني سمير بانه انا ما مخلي صورتي الشخصية الحقيقية. اقول لا يا سمير التفاهم غلط، انت من تدخل على جهاز الموبايل على مود تختار صورة، فانت راح تعطي موافقة للفيسبوك او هذا الموقع بأن يدخل على صورك الخاصة حتى تختار صورة من هاي الصور. وإذا دخل على صورك راح يقدر يشوف كل الصور اللي بجهازك. فأنت إذا أعطيت الفيسبوك الموافقة أنه يختار صورة، فمو مهم أي صورة اختاريتها، لأن كل الصور الباقية راح يقدر يوصل لها الفيسبوك وغير الفيسبوك. وإذا سجلت فيديو راح ياخذ موافقة على المايكروفون، وإذا حصل موافقة على المايكروفون حتى لو أنت سجلت أو ما سجل الصوت راح يسمع. يعني انت بتليفون بجيبك وانت تتكلم مع العائلة بالبيت، بامكان فيسبوك تسجيل كل هذا الصوت، فياخذون المعلومات من الكاميرا والصوت والمكان والعمر. احد اعضاء الكونغرس الامريكي مجلس الشيوخ كشف معلومات المارك بانه ناس ما مسجله بالفيسبوك، ولكن الفيسبوك عنده معلومات عليهم، والفيسبوك عنده بروفايل عن ناس ما مسجلين أصلاً بالفيسبوك وعنده معلومات عليهم، وبأقرب فرصة
يحاول يوصل لهم إعلانات. فالفيسبوك والمواقع الإلكترونية لها فوائد مثل ما لها مضار، وأكيد هاي المواقع تخاف على مصلحتها فما راح تبيح بهاي المعلومات، ولكن يجمعون معلومات على مود يقدرون يوصلوا لك الشيء اللي يفيدك أو الإعلانات اللي أنت تحبها. فيا سمير، أعرف معلومات أكثر على الفيسبوك حتى تستخدمه صحيح. تحياتي السمير وتحياتي إلكم. إذا عجبك هذا الفيديو سوي له مشاركة على مود يستفاد غيرك. كان وياكم محمود آل إبراهيم، نشوفكم بالفيديو الجاي.